تستمر فعالية معرض الباسل للإبداع والاختراع بدورته ال20 على أرض كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق، وسط إقبال كبير من طلاب الجامعات والمخترعين والمهتمين والزوار. مشروعي هو عبارة عن جهاز لقياس اختبار الألواح الشمسية إذا هي مطابقة للمواصفات المكتوبة على اللوح أو لا، بيعتمد على قياس بارامترات اللوح وبيبلش مقارنة بين القياسات الفعلية، البارامترات الفعلية والبارامترات المكتوبة على اللوح، وبيبلش عملية المقارنة، بيعطينا الخط إذا كان عن النقطة على الخط على المنحني نفسه فبيكون اللوح سليم، غير هيك رح يكون في عطل. مشروعنا هو تصميم وردة الشمس الذكية، حيث انطلاقا من مساحة صغيرة فينا نولد الكهرباء، عبارة عن ألواح شمسية بس على شكل وردي بتتحسس عبر حساس ضوئي لأشعة الشمس، فبالصبح بتفتح البتلات وبالليل بتسكر البتلات، وفيها ميزات إضافية عن الألواح إنها هي بتتبع الشمس بحيث تسقط أشعة الشمس بشكل عمودي، وبالتالي بتعطينا أكبر مردود ممكن. مشروعي دراسة تصميمية وتنفيذية لجهاز تقطير المياه وإنتاج بخار عالي الكفاءة. هذا الجهاز يعتمد على تسخين المياه ومن ثم رفع درجة حرارة الماء الموجودة ضمن هذا الجهاز إلى درجة حرارة 100 ضمن حتى درجة حرارة غليان الماء. بعد هذه المرحلة يتحول الماء إلى بخار، ومن ثم البخار يتم نقله عبر وحدة تكثيف عبر مبادل نحاسي من النحاس مبادل، يتم تكثيف هذا البخار وتحويله إلى ماء مقطر. المعرض تنوعت محاوره بين المجال الطبي والكيمياء والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والكهرباء والميكانيك. مشروعي عبارة عن تخزين الطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية بالماء من خلال بطارية، الطاقة بتكون مختزنة بالماء من خلال أحواض علوية وسفلية، أنا بختزن الطاقة عن طريق عملية شحن وتفريغ، عملية الشحن بتكون من خلال ألواح شمسية بترفع الماء من خلال مسقط مائي، بتتخزن بطاقة خلال أحواض فوق بيكون براس الجبل، هيدا الحوض بيكون ممتلئ بماء، وظيفة هيدا الماء إنه نرجعه كرمال تتفرغ وتولد طاقة من خلال عنفات مربوطة على المسقط المائي نفسه. نبدأ عمل الجهاز، بنحط كمية الكباب بهذا الخزان وبنحط السيخ بالقالب وبنغلق القالب وبنشغل الجهاز. عندي هون مؤقت زمني مضبوط الزمان بحيث يعطيني على كل سيخ 50 جرام وبيوقف الجهاز، بطالع السيخ المشكل وبحط السيخ الفاضي وبعيد نفس العملية. طبعا أنا كل 7 ثواني بيعطيني سيخ، يعني إنتاجيتي بالساعة 25 كيلو تقريبا. طبعا أنا من خلال هذا الجهاز خفضت عدد العمال وبالتالي خفضت من التكلفة الاقتصادية وأعطاني إنتاج كمي، أعطاني جودة بالإنتاج. المعرض يهدف إلى رعاية المبدعين والمخترعين وحماية اختراعاتهم وإشهارها وتنميتها وتشجيع المبدعين والمخترعين والمبتكرين لمواصلة اتجاهاتهم العلمية وتطوير إبداعاتهم.